اوعى اوعى تغلط غلطة ناس كتير قوي، اوعى. معظم اللي عمل كده ومنهم صحابي قضوا سنة كاملة في الكلية وسابوها، راحوا حولوا على طول. انت محتاج انك تثقف نفسك. ايوه ثقف نفسك، مش بتثقف نفسك انك بتقرا الكتب اللي انا حطاها في المكتبه دي او تجيب شويه كتب وتقراها، لا. بص يا باشا، انت محتاج تعرف معلومات كافيه ووافيه عن اللي مستنيك. ادرس الكليات، اعرف معلومات صحيحه، واقول لك اهو صحيحه عن الكليات حقيقيه. خش شوف كل كليه بتدرس ايه وبتطلع ايه، زي ما الكليه بتدرس شوف، مش زي ما المجتمع بيفهمك. لان لو انت مشيت تحت مسمى كلية قمة وكلية قاع، انت هتدمر نفسك وهتدمر مستقبلك معاك لسبب. اوعى 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 تغلط غلطة ناس كتير قوي دخلوا كليات ما بيحبوهاش ومش هينفعوا فيها ولا هيمشوا فيها، لمجرد ان الكليات دي بتقبل من مجموع عالي. داخل الكليه دي بس استخسار مجموع، علشان انا مستخسر المجموعي في كليه تانية بتقبل من اقل من حاجه انا جايبها. اوعى. معظم اللي عمل كده ومنهم صحابي قضوا سنه كامله في الكليه وسابوها، راحوا حولوا على طول. وانا بدوري هحاول ان انا اوفر لك معلومات كافيه عن مجالي اللغات بما اني مترجمه، وهقول لك في الفيديوز الجايه معلومات كافيه ووافيه عن الكليات اللي بتطلع مترجمين، مش بس كليات الالسن، مش بس كليات اللغات والترجمه، مش بس كليات الاداب، في الف مليون حاجه تانية ممكن تطلع منها مترجم عادي جدا. وحاول كمان ان انا اتواصل مع خريجين من الكليات التانية بحيث ان انا اوفر لك كل معلومه انت محتاجها عن الكليه دي. قبل ما اسيبك بقى، حابه اطلب منك طلب صغير، مش لايك ولا شير ولا سبسكرايب ولا فولو ولا الكلام ده كله، انا عايزه اطلب منك طلب شخصي. يا ريت تتعرف على نفسك كويس، يا ريت تعرف انت ميولك ايه، انت مرتاح في دراسه ايه، انت حابب ايه.